القنوت في صلاة الصبح ده أصلا في أحاديث منا في صحيح مسلم وفي بعض الروايات في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا شهرا على رعل وذكوان ودي قبائل ادعوا الإسلام أو قالوا دعين نسلم والرسول رسل لهم 70 قارئ من علماء الصحابة فقتلوا فغدروا هؤلاء وقتلوهم فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقنط عليهم والكلام ده بتلقاه في روايات منها في صحيح مسلم ومنها في كتاب الأذكار الذي ذكرناه قبل قليل للإمام النووي رحمه الله تعالى والعلماء بعد ذاك اختلفوا لثلاثة أقوال ذي المشهورة القول الأول الأحناف فقالوا ده خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يبقى ما في قنوت ذي الأحناف القول الثاني وده اللي بتبقى الآن بتناقلوه كثير من الناس من المالكية إلى آخره في زماننا في بلادنا دي وهو أنهم يقنطون في الفجر ويقنطون سرا وقبل الركوع ويقنطون طوال السنة القول الثالث وده الراجح وده الصحيح وهو قول الشافعي وقول أحمد عليهما رحمة الله تعالى وهو أن القنوت جاء لسبب لعلة لنازلة فإذا جاءت نازلة مثل هذه النازلة أو نوازل قانت الإمام فإذا ذهبت هذه النازلة عاد إلى الصلاة كما عاد الرسول بعد الشهر إلى الصلاة العادية التي ليس فيها شنو قنوت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي من غير قنوت وقال صلوا كما رأيتموني شنو وصلي في صحيح البخاري قنت شهر معناه قبل الشهر ما كان شنو وبعد الشهر معناه شنو وقنت لسبب معين دعا على القبيلتين دين رعل وذكوان وكان يقول اللهم عليك بعصية فإنها عصت ربها وعليك برعل وذكوان إلى آخره دعا لسبب معين أسي لو في سبب أغنط ما في سبب تقوم ترجع زي ما الرسول شنو رجع بيصلي بعدين دعا الرسول بيدعو جهرا صلى الله عليه وسلم وبيدعو بعد الركوع تركع وتقوم تدعو دي لسي قبل الركوع وسرا وبعدين شنو ديل مخصصين الفجر ويجيبوا لك في الفجر لكن انت اذا صليت وراهم الصلاه صحيحه لكن خالفوا شنو السنه السنه انه صلي صلاه من غير قنوت جاءت نازله تقنط وبالوضع بالكيفيه ذكرناها دي وده قول احمد والشافعي وجمع من العلماء هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله